Bonjour à tous et bienvenue à cette émission spéciale SIAM. Nous sommes toujours à Meknès et plus précisément dans la zone produit du terroir. Plusieurs dizaines de coopératives participent à cette messe agricole pour présenter leurs produits et commercialiser leurs produits. Nous sommes partis à la rencontre de ces femmes et hommes qui œuvrent chaque jour pour présenter un produit marocain, le commercialiser au Maroc et à l'étranger. Et nous leur avons donné la parole pour savoir comment le SIAM leur permet de commercialiser et de renforcer leur productivité. السلام عليكم. احنا تعاونيه النسويه في الاحياء مسكر التابعه لجماعه وقياده مزار اذا تنان مسا. هي التعاونيه هذه فيها 84 منخرطه من يعني العيالات ديال الدوار اللي خدامين في التعاونيه هذه. وهذه التعاونيه كتخدم في مجال ديال زيت ارغان وباقي الزيوت يعني ارغان ومشتقاته زيت ارغان ومشتقاته. وهاد التعاونيه هادي يعني كاينه في واحد المنطقه بعيد جبليه وقريبه يعني الطريق معبده ويعني كتعاونوا مع العيالات باش يعني يحيدوهم من ذاك الفقر اللي فاش يعني هما فيهم في هذه المنطقه الجبليه اللي هي دوار امسكر. هاد الدوار هذا سميتو امسكر والتابع للجماعه القياده المزدلفه وتنان. والتعاونيه هذه ان شاء الله عندها الطموح باش توصل بحال كما وصلت جميع التعاونيات اللي في الميدان. والتعاونيه هذه اول مشاركه ديالها في هذا المعرض الدولي يعني بمكناس بعد ما حصلوا على هذا يعني بعد ما حصلوا على السلامه الصحيه يعني انصا. والحمد لله التعاونيه هذه في التقدم ان شاء الله. بالنسبه للتعاونيه المشاركه ديالها في هذا المعرض الدولي بمكناس يعني هاد التعاونيه هادي يعني مستافده في هاد ستوند هذا جميع يعني شحال من حاجه. يعني الحاجه الاولى اللي حنا بازين عليها هو الاشهار يعني بابليسيتي يعني هذا هو المهم في هذا المعرض. حنا ملي جينا في هذا المعرض هذا يعني واخا خلصنا واحد البارتي ديال 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 الفلوس ولكن هذا ما كيهمش ماشي هذا هو المشكل. وانما حنا المهم ديالنا في هذا المعرض هذا يعني نسعر يعني الاستعراض ديال المنتوجات ديالنا اللي هي زيت ارغان والمشتقات ديالها وبازينا بزاف على الاشهار ويعني العلاقات ما بين تعاونات اخرين. وان شاء الله نحاولوا نشوفوا يعني الا ممكن يعني ان شاء الله نحصلوا على شي اتفاقيات هنايا مع يعني الدول ديال برا هنايا يعني الدول ديال اوروبيا والدول ديال الخليج. يعني هذا هو المبتغى ان شاء الله في هذا المعرض هذا. اللي تنبغي نشارك في المعرض ديال مكناس كل عام تنجي في الاول ياد لي تيقولوا لي ما عندكش لونصا. دابا شديت لونصا من ذاك العام وهذا العام عندي لونصا وبغيت نستافد بحال التعاونيات كاملين يعطوني ان صند ولكن ما عطاونيش. مشيت للفلاحه ديال الرباط قلت لهم على تعطوني الصون قال لي سير جهه تيزني الجهه ديالكم. ومشيت للجهه قال لي ما غيمشيو حتى واحد من التعاونيات غيمشي غير الجيو ديال الارغان اللي غيمشيو. انا ما بغيتش نشارك مع الجيو بغيت نشارك كتعاونيه بسميتي انا باش نبين انا سميتي ونبين المجهودات ديالي في كل معرض. والثمن اللي داروا لنا وانا خلصت ملي ما لقيتش قالوا لي ما يمكنش نمشي تخلص هذه البلاصه ديالي ب 20000 درهم عرفتي 20000 درهم وبزاف بالنسبه لينا حنا كتعاونيه نسويه وعندي الناس وخلقت بزاف الفرص ديال الشغل بالنسبه للناس ديال الباديه. وحنا المنتوج يعني حنا التعاونيه ديالنا زعما الناس ما تتوقفش ديما تبارك الله خدامين. التعاونيات يمنع الانتاج المواد الطبيعيه. حنا من زاويه الشيخ اقليم بني ملال وحنا التعاونيه ديالنا يلاه باديه بثلاث سنين هذه والحمد لله تخطينا صعوبات. والعام على كل عام كيكون احسن لينا من العام اللي فايت. عندنا المنتوجات الطبيعيين ما كندخلوش شي مواد الحافظه للمنتوج ديالنا كنديروا كل شيء المنتوجات الطبيعيين ديال المنتوجات اللي عندنا في بلادنا كنفتخروا بهم. عندنا القمح الشعير الخرطال واحد القمح كيقولوا له الشقاليه كنخدموا به. وعندنا الضره بلدي عندنا المنتوجات ديالنا كنديروا كسكسو تقريبا شي 12 شكل ديال الكسكسو. عندنا الكسكسو باللوز بالباديانه والقرفه عندنا ديال البلوط عندنا ديال المهم الخماسي السداسي عندنا الزميطه بالشعير والقمح والشقاليه والا النافع بلدي. الزميطه عندنا زوينه بزاف وكطيب بالعواد كاين اللي كيخلطها بالعسل الحور ولا زيت العود يعني فيها كلشي المواد طبيعيين.
والحمد لله هذه الرابعه المرات اللي شاركت في المعرض ديال المكناس، كنشكرهم بزاف حيت المعرض هو اللي كيعرفنا باش كيتعرف المنتوج ديالنا. شاركنا في سوق تضامن اللي في الدار البيضاء اللي في الوازيز حاطين المنتوجات ديالنا. كنشكروا سيدنا اللي دار لنا هذاك السوق، يعني كيعاوننا الحمد لله تعرف المنتوج ديالنا والحمد لله كنشكروا بزاف الله ينصر سيدنا. وشاركنا في درنا شراكه مع واحد الجمعيه في فرنسا سميتها تيزندوق، حتى هي عاوناتنا كنصيفطوا لهم المنتوجات ديالنا والحمد لله يلاه 3 سنين هذه وتخطينا صعوبات. ودابا كنشكركم حتى نتوما، كنشكروا كنشاركنا في عده معارض في اكادير، ازيلال، بني ملال، خنيفره، بجاد، المحمديه، يعني شاركنا في عده معارض. وكنشكر حتى العيالات اللي معايا كنفتخر بهم، عندي معايا 20 مراه يعني كنشكرهم بزاف حيت كينقيو المنتوج ديالهم وكيخدموا مزيان، حيت ماشي بوحدي غادي نوصل لهاد المجهود، هما تيديروا المجهود، انا درت مجهود قبل وتا هما كنشكرهم بزاف حيت مسانديني ومعاونيني، وكنشكر كاع الناس اللي عاونونا وساعدونا وشكرا. السلام عليكم، عادل العتاقي ممثل تعاوني في الفلاحيه الخضراء بسبت كزولة اقليم اسفي. التعاوني ديالنا مختصه في انتاج وتسويق نبات الكبار، كما كتعرفوا بان المغرب هو اول مصدر ومنتج في العالم لهذا النبات ديال الكبار. الكبار معروف في المغرب بالجوده ديالو بالخصائص اللي هي مهمه. حنا كتعاونيه كنعرفوا بهذا المنتج الكبار في العديد من المعارض سواء داخل الوطن ولا خارج الوطن. هو الاشكاليه اللي كنلقاو انا خارج ارض الوطن، انا الكبار كيلقى واحد الاقبال كبير نظرا لكون المغرب اول مصدر ومنتج، والمغاربه مازال ما تيعرفوش القيمه ديالو، حتى المستوى البيع على المستوى الوطني كيكون واحد البيع قليل بالمقارنه مع المعارض الدوليه. الحمد لله احنا بالنسبه لنا كشباب اللي خلقنا واحد الوحده في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي كتخدم ما بين 100 حتى 150 امراه، وعندنا المنتوجات هي متنوعه. الكبار حاولنا ننوعوه في طرق معلبه، الكبار مع الزيت البلديه، الكبار مطحون مع زيت الزيتون، عندنا الكبار مجفف، عندنا الكبار عندنا الشتلات ديال الكبار. والحمد لله هنا الكبار معروف بالخصائص ديالو لا على المستوى الغذائي ولا على المستوى الطبي، وكنتمنوا من الزبناء ديالنا ومن الناس يجيو لهذا المعرض لهذا الملتقى اللي هو فرصه لنا كتعاونيات باش نبرزوا المنتوجات ديالنا ونعرفوا بالمنتوج ديالنا ونعرفوا بالابتكارات ديالنا باش يقبلوا على هذا المنتوج ويقتنوه، لان الاثمنه فهي جد مناسبه. والحمد لله حنايا منفتحين على جميع الزبناء وباش نعرفوا بهذه الخصائص ديال الكبار. بالنسبه للزبناء ديالنا الحمد لله عندنا زبناء خارج ارض الوطن اللي كيجوا عندنا الرواق ديال التعاونيه اللي الحمد لله التعاونيه ولات واحد السمعه دوليه، اللي كيجي يسولوا على الاثمنه ديال الكبار وعلى الطوناج اللي كتنتج التعاونيه. الحمد لله حنا ما عندناش مشكل في الانتاج، تقريبا حنا بالنسبه للتعاونيه عندنا ما بين 100 حتى 200 طن في المده ديال 5 شهور ديال الجني، اللي الجني ديالو كيبدا من شهر 5 حتى شهر 10 ديال الانتاج، وكنديروا معاهم لي كونتاكت وعلاقات مع الاخوان. لا سيما عندنا حنا كتعاوني حاصلين على شهاده ديال لونسا، شهاده ديال التصدير. الحمد لله كنعطيهم الاثمنه اللي كاينه في المغرب، وفي انتظار ان شاء الله باش نصدروا هذا المنتوج، لان سبق لنا قدمنا دفعات للدوله ديال الامارات، والحمد لله حنا في صدد واحد الكونترا مع الدوله ديال ايطاليا باش نصدروا هذا المنتوج، لان المنتوج معروف على الصعيد الاوروبي وعلى الصعيد الدولي بشكل عام. شكرا. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.